أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج تشويش واضح. لسه الحديث بصفقة القرن ما انتهى، والغريب انه لوحظ تواجد عراب صفقة القرن كوشنير على القنوات العربية، وكانت المساحة مفتوحيت له يصول ويجول ويخوض في تفاصيلها كأنه بيسوق لها وبروج لهاي الصفقة عادي، وبيحكي وماخذ راحته لأنه المحاورين اللي معه لا جادلوه ولا قاطعوه أصلا، بس إحنا بنحكي له حكيك وقلته واحد لأنه موقفنا ثابت وما رح يتغير. هو الموقف اللي عبر عنه رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم بالاجتماع الطارئ للبرلمانات العربية اللي دعت إلى الأردن. هذه وثائق ومستندات ما يسمى بصفقة القرن، مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ. يا أخوان بصراحة عندنا كل إشي بالأردن مش مفهوم. عندك الجو مثلا بتكون الدنيا مشمسة، هوب دوب ولا البلد غرقانة، بتحس بشوية دفا بتخفف لبسك، ولا الصقيع بصمتك صمت بس بدون ثلج طبعا لأنه ممنوع إحنا تثلج عنا. حتى القرارات الحكومية عنا مش مفهومة، يعني الحكومة أخرت الدوام ولا صارت عنا أزمة وسكرت الشوارع زي ما بصير بكل سنة. يعني الحكومة ما تعلمت من المرات الماضية، كل سنة بآخروا فيها الدوام بتسكر الشوارع. يا أخي بما إنكم أخرين ومأخرين خلينا نقسمها نوزعها، مثلا الوزارة الفلانية بتداوم الساعة 9، الوزارة الثانية بتداوم 9:30، المدارس خليها على 10، الجامعات على 11، مش تأخروا على الكل نفس الوقت لأنهم كلهم بيطلعوا مرة واحدة وبتسكر الشوارع. وإحنا بنعتذر إذا حسببنا مبارح يعني أي إرباك للمواطنين أو أي أزمة سير كانت غير متوقعة. لا 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 لا، شو تعتذر ما تعتذر، مش بينا يا جماعة الخير، يعني أنتوا اجتهدتوا، وصحيح مرات الواحد بيجتهد واجتهاده ما بيطلع بمحله، بس المهم النية، وانتوا بنيتكوا انه بدكوا سلامتنا، ما في داعي للاعتذار يعني. وعشان نعرف اكثر عن حالة الطقس معنا زميلنا الراصد الجوي المخضرم حمزة. بالله مخضرم بالله عليك، يعني مدحتني وضحكت عليه بكلمتين مشان تجيبني؟ قلت لك تجيبنيش كمان مرة عن نشرة جوية. النشرة الجوية شو بده يكون يتغير عليها؟ يعني زي ما هي، صقيع أكلنا، شطافة عملت عمايلها، ثلج ثلجت، هي انبسطتوا؟ ما مسكش أنا لو معي مصاري بتردوا علي، مضيتوها جليد صقيع جليد صقيع، أخرونا أخروا الدوام، شو استفدتوا؟ انبسطتوا؟ أزمة وخصم. النشرة الجوية من هون لآخر الشتوية زي ما هي، مش راح يتغير عليها شيء. تثلج مش راح تثلج، ثلجت مش راح يمسك. انبسطتوا؟ النشرة الجاية جدتنا دونيش، اشي بيقرف لأنه سلام.